يسكنون بالحي العتيق وسط مدينة ندروما في تلمسان، يتواجد مقهى التربيعة الذي لا يزال يحافظ على الطريقة التقليدية في طهي القهوة، مستعملا في ذلك مختلف الأواني القديمة أين بات مقصد شيوخ وشباب المدينة. عندك هذه الغلاية والبراس ديفيرون، مش كيف كيف، هذه قهوة تشربها تاع الراس، بودرة مع السكر مع المغالي، ونحركو ونخدموها، فيها التغلية الأولى وفيها التغلية الزوجة وفيها التغلية الثالثة، عادة نكبو الكاس القهوة. التربيعة سي تان ليو دو رونكونتر، نتلاقاو فيه، نتلاقاو مع صحابنا، نتلاقاو مع الأحباب، هذه هي التربيعة. رغم مرور السنين لا زال مقهى التربيعة يحافظ على شكله القديم، ولعل ما يميزه هو الطريقة التي تطهى بها القهوة والشاي التي تعطي نكهة خاصة لقصديه من أبناء الحي وزواره. قاعدين بكريوية هكا، يجيو من بعيد من الجزائر من الشرق كما قال من الغرب، يجيو يسقسيو على التربيعة هنا، وهذه القهوة هذه كما نقولوا تقليدية، مش كما البراس. أنا كي نوض الصباح نجي نضرب هذيك الغلاية. سي لو سول أندوا ولي باقي هذا الطياب هذا تاع القهوة هكا، اللي ما كانش جهة أخرى، ما كانش قهوة أخرين ما يطيبوش لو ميم ستيل، يطيبوا بالماشينة بالبراس، سي با لا ميم شوز، سي با لو ميم جو. أون سون لو كافي، نشموا القهوة نشموها ونشربوها وما تضرش. ويبقى مقهى التربيعة بطريقته التقليدية يستقطب عشاق القهوة، فهو جزء لا يتجزأ من مدينة ندروما التي لا زال سكانها يحنون للماضي الجميل.